إنه ما منا من أحد إلا تعتريه هموم وغموم ومضايق تتقاذفه نوائب الحياة وصروفها يمنة ويسرة، إبان معافسته أهله وولده وأقرانه، تعتريه تلكم النوائب وتعترضه اعتراض الغيوم للقمرين فتحجب ضوءهما، ثم تيلهث جاهدا للنجاة مما اعتراه حتى يجد ملجأ أو مغارات أو مدخلا فرارا مما يلم به، يطرق أبواب الناس المغلقة ولا يطرق باب الله المفتوح، يقطع الأوقات في بث همه وغمه إلى الناس مع ضعفهم وقلة حيلتهم، ولا يقطع وقته في بث همه وغمه إلى من لا تخفى عليه خافية، من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. ولو فر مثل هذا إلى ربه لأحيا ضميره وزكى نفسه وطهر قلبه وأمده بالعون والتوفيق وفتح عليه من المعرفة به ومعرفة وسائل الوصول إليه الشيء الكثير، ومن ذلكم أن يهديه إلى كنز من كنوز الجنة وباب من أبوابها التي قد غفل عنها بعد أن ألهته الدنيا والوحشة بينه وبين ربه عن إدراكها وإدراك أثرها. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. وفي رواية عند الإمام أحمد والحاكم أنها باب من أبواب الجنة. الله أكبر عباد الله، الله أكبر عباد الله، إنها الكنز الذي يفتقر إليه كل واحد منا، إنه الكنز الغائب عن أوساطنا، إنه الكنز العظيم ذو الثمن الضئيل. إنها كلمة عظيمة مليئة بكل معاني التوحيد واللجوء إلى الله والبراءة من حول العبد الضعيف وقوته إلى حول العظيم الجبار وقوته. إنها الزاد لمن أراد السداد، إنها أنس المهموم وجلاء المغموم، من التزمها سعد وربح، ومن زهد فيها شقي وخسر.